بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوقا البشير: إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا حقا والأمان لجميعكم. إخوتي الأحبة، بلقاء جديد بهالنهار المبارك، لقاءنا مميز بهالنص الإنجيلي، حيث عالم بالتوراة قام يجرب يسوع. طبعا لما بدي أحكي عن عالم بالتوراة، أي شخص مؤتمن على نشر كلمة الله وسط الشعب المختار يلي هو الشعب اليهودي بمفهوم هاك الزمان. هذا العالم أتى ليجرب يسوع. يمكن كان مفكر هذا العالم إنه يسوع سيتحول على التوراة، سيجتاز التوراة، سيعطي تعاليم بعيدة عن التوراة. أنا برأيي تفاجأ هذا العالم بأنه جواب يسوع كان: كيف تقرأ؟ ماذا كتب في التوراة؟ هون كانت أول مفاجأة. بمعنى آخر يا أحبة، يسوع لم يأتي لهذا العالم لينقض التوراة، وهو بيقول: ما جئت لأنقض بل لأكمل، ما جئت لأزيل العهد القديم بل لأطور وأذهب أبعد إلى عهد جديد. ما فينا يا أحبة نحن أنه ننقض التوراة، أي الكتاب المقدس العهد القديم. اكتار منا ببعض الأحيان بيقولوا: شو بدنا بالعهد القديم؟ لشو بدنا العهد القديم؟ نحن عنا يسوع المسيح، ما في شك عنا حضور الرب والكتاب المقدس وكل يلي علمنا يا الرب يسوع، بس ما فينا ننكر تاريخنا، ما فينا ننقض الذي جاء يسوع وعاشه، علم في الهيكل، عاش التوراة، رضخ لشريعة موسى للختانة. طبعا هون سيكمل الرب يسوع ويعطي حياة جديدة مملوءة بالعهد الجديد وبكلامه. رح نرجع شوي إلى جواب هذا العالم بالتوراة. فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك. إذن عم يتجه بهالكلام هيدا إلى حب الله من كل القلب. اليوم إذا بدي أحكي عن حب القلب، والرب يسوع بيقول: حيث يكون كنزك فهناك يكون قلبك. حب القلب هو لهفة الإنسان إلى ما يريد ويبتغي ويشتهي. إذن بالتوراة هناك شهوة وطوق وحب وغرام في القلب للرب الإله. وكل نفسك، اليوم إذا بدنا نحكي عن النفس، هناك مكان اللقاء بهذا الحب بالله الآب. أنا لما بصلي بنفسي، أنا لما بلتقي بالله، بدخل بهالعلاقة مع الله، أدخل بنفسي بهذا اللقاء مع الله. واليوم إذا بدي أتوجه أيضا، نحن كتير من الأحيان يا أحبة منكون عم نصلي وفكرنا بمطرح تاني، منكون عم نفتكر حالنا عم نلتقي بالله، ومنكون عم نفكر بأشياء أخرى، بهمنا اليومي، بمبتغياتنا الزمنية،
بيجي لعندك شخص بيقول لك يا أبونا أنا عم صلي، وأنا وعم صلي بيروح فكري مطرح تاني. يمكن ببعض الأحيان بديهي، لأنه كتير من الأشخاص وكتير من الأوقات منروح إلى كل همومنا الزمنية، منكون عم نتمتم كلام بس كلامنا مش عم يوصل لله، لأنه نفسنا بعيدة عن اللقاء بهذا الله. بدنا نرجع لذواتنا، بدنا نخلي ذواتنا من كل أفكار وهموم هذا الزمن لحتى أقدر التقي بالرب الإله. وكل القدرة وكل الفكر، كل القدرة. طبعاً لما بدي التقي يا أحبة، ويسوع دايماً بقلنا كل لقاء فيه هو لقاء يجب أن يتم من خلال الآخر. يمكن أنا بدي أحكي هلأ عن قدراتي المادية، بدي إذا التقي بالرب بدي حب الفقير، بدي أعطيه بكل قدرتي المادية وقدرتي الزمنية. يمكن أحكي كلمتين مع هذا الآخر وأقدر دخل الرب على حياته، بس بدي حط كل مجهودي، بدي حط كل مجهودي الجسدي والروحي. يمكن أضطر أني أقطع مسافات لحتى زور هذا الآخر، لحتى أحمله الرب لحياته. وكل الفكر اليوم، الفكر هو مكان تخطيط الإنسان، مكان اللي من خلاله بدي نظم توجهي لأوصل لهذا الآخر. ما في يكون اعتباطي وما في يكون عفوي لحتى لي أحمل كلمة الرب. وأحبب قريبك كنفسك، شو صعب هالعبارة. حب الآخر يجب أن يكون كما أحب ذاتي. وقديش الرب يسوع علمنا أن نحب الآخر كما هو أحبنا. كيف؟ ببدل الذات. كيف؟ بإعطاء كل ذاتي للآخر. ما من حب أعظم من هذا، أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. والجواب عند هذا الشخص أو عند عالم التوراة كان على هذا الشكل. وبرد الرب يسوع عليه، فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. كل اللي حكينا عنهم، كل هالطريقة المنظمة يلي عطانا إياها التوراة، عم يتبناها الرب يسوع فنحيا. كلام الموجه لهذا الشخص العالم موجه لإلنا اليوم، لكل شخص منا. إذا فعلنا هذا نحيا يا أحبة، وما عنا غاية في هذا الزمن إلا أن نكون من الأحياء في الملكوت السماوي. آمين.